أين يوجد منجم الكبريت في أبوظبي؟ جبل حفيت، جبل الظنة، جبل دلمة أو جبل شويهات؟ هذا السؤال لكم اليوم في مسابقاتنا رمضان على قلب واحد عبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة، عشان تكون الرابح معانا بجوائز نقدية طول شهر رمضان. مو بتجاوب صح بس، سوي لنا فولو وتاج ثلاثة من ربعك، ولا تنسى تسوي شير للفيديو. وإذا حاب تزيد فرصتك بالربح معانا، شاركنا بصورة تعبر عن الأكل التقليدي في بلادكم. شو تنتظرون؟ يلا شاركوا.